هنا الجزائر، مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى قضية اليوم. أي قراءة يمكن تقديمها لأداء المجتمع المدني في الجزائر عشية ربما هذه الاستحقاقات السياسية المهمة؟ البعض يتحدث عن تعديل الدستور، وجهات أخرى تقول بأن الانتخابات الرئاسية في أفريل 2014 هي تحدي كبير بالنسبة للطبقة السياسية وأيضا لمختلف فعاليات المجتمع المدني. بعضها بدأ حملة لدعم الرئيس بوتفليقة، في حين أن البعض الآخر ما يزال يرفع لواء المعارضة مطالبا بالتغيير الفعلي. سوف نناقش الموضوع ولكن بعد مشاهدة التقرير التالي. مع اقتراب كل موعد رئاسي تبدأ أفواج المساندة والمزايدة تتوافد من كل صوب وحدب، ويتحول أهم حدث استحقاقي إلى منبر لأصحاب الأفواه الموسمية التي وجدت في المناسبة بوقا تنفخ فيه ما تبقى من رذاذها السياسي. وفي هذا السياق، ومع بداية العد التنازلي لرئاسية 2014، سلك بعض قادة المجتمع المدني نفس الطريق الذي سبقهم إليه أحزاب وتكتلات جهوية وسياسية، فأخرجوا أوراق المساندة والمبايعة وسبقوا الحدث قبل الإعلان حتى عن بداية الترشيحات. فبعد مجموعة من الإعلانات التجارية التي انفردت بها بعض وسائل الإعلام وتميزت بها صفحاتها لصالح بعض الشخصيات المحسوبة على أحزاب السلطة، تطالب وتساند من خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة، جاء الدور هذه المرة على أحد أهم أقطاب المجتمع المدني والمتمثل في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عبر أمينه العام صالح صويلح، الذي لم يفرط الفرصة هو الآخر ليأخذ جزءا ولو صغير من مساحة الإعلان التجاري السياسي الملفوف بالإلحاح والمساندة. وإن كان هذا النوع من الدعوات مكرسا لسياسة الخدمات المناسباتية المجانية، إلا أن بعض الناشطين في المجتمع المدني يرونه خروجا على النص، متهمين بعض الأسماء بمحاولة الزج بالحركات الجمعوية والنقابية في المعترك السياسي تحت غطاء دعم ومساندة الرئيس ومشاريعه التنموية. ومن جهتهم يرى أصحاب مثل هذه المبادرات المسيسة أنه حق لا يمكن التفريط فيه من قبل خلايا المجتمع المدني في سبيل دعم التنمية وإرساء قواعد المساهمة السياسية في ذلك. فبين المجتمع المدني والمجتمع السياسي فجوة لا يمكن اختزالها، لأن الأول يمتاز مبدئيا بالخصوصية والاستقلالية الذاتية، أما الثاني فهو سليل السياسة الأم المكرسة لحرية النشاط السياسي. فما مدى أحقية بعض الأسماء المحسوبة على الحركات الجمعوية ومنظمات المجتمع المدني في الزج بهذه الأخيرة في سياسة الاستحقاقات الانتخابية والمسندات الترشيحية؟ ومن أي زاوية انطلقوا في إقحام نشاطاتهم ضمن رئاسية 2014 المنتظرة؟ موضوع للنقاش. عامر محمد العجال، هنا الجزائر. طيب، ولمناقشة هذا الموضوع أسعد بأن يكون معي في البرنامج اليوم السيد عثمان عوامر، وهو عضو شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة، والسيد صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد صويلح. أنا في الاتحاد العام للتجار والحرفيين دعمتم الرئيس بوتفليقة طيلة السنوات الفارطة قبل العهدة الثالثة، والآن أنت على ما يبدو تدعمه لعهدة رابعة. البعض يتساءل لماذا في هذا التوقيت، خصوصا أنه حتى الرئيس لم يفصل بعد ما إذا كان سيستمر أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل، نحن دعمنا يعني الرئيس، وقمنا كاتحاد عام للتجار والحرفيين الجزائريين بحملة انتخابية في يعني في الفترات اللي مضت، يعني وفي 2009 كذلك، يعني كنا من ضمن يعني التنظيمات اللي كانت قامت بحملة، وانا كأمين عام يعني جلت يعني ولايات يعني كثار اللي جلتهم، وكان فيهم يعني تجمعات ما شاء الله اللي قاموا بها المكاتب الولائية. وبطبيعة الحال يعني احنا تدعيمنا لهذا الرئيس هذا نشوفوا بأن منذ المجيء نتاعو 99 هو جاء للجزائر بالخير. نشوفوا باللي يعني كانت فترة زمنية يعني لا تستحقها الجزائر من إرهاب ومن اعتداءات ومن فجاء هذا الرئيس هذا، جاء صراحة بالخير. احنا انا شخصيا اتذكر وانه في 99 عندما انتخب فخامة الرئيس، ليلة كاملة هذيك الليلة والشتاء طيح، كانت عندنا سنوات العجاب
ماهيش 7 سنوات، لان ممكن جدا هي 7 سنوات، ولكن احنا كانت عندنا 14 سنه. هذيك الليله يعني صراحه كانت فيها امطار غزيره، هذا خير جاء مع هذا الرئيس هذا، وكذلك يعني الازمات اللي عشناها يعني اللي عشناها من ارهاب وكذا، وجاء بالمصالحه الوطنيه. ثم يعني صراحه نجح في القضيه نتاع المصالحه الوطنيه، وين يعني استتباب امن. احنا كتجار الشيء اللي يعني نشوفوه كتجار نشوفوه يعني استتباب امن، لان عندما يكون فيه استتباب امن احنا كتجار يكون عندنا عمل. وعانينا يعني عانينا صراحه في السنوات الجمر، عانينا من قتل التجار ونهب المحلات وحرق المحلات و و و، هذا مما دفعنا الى واننا نساند هذا الرجل هذا ونوقف معاه. انا ما نتكلمش على الماضي التاريخي نتاعو، هو امجد مني انا، لكن احنا كاتحاد عام للتجار والحرفيين نساندوه لعهده رابعه، لعهده رابعه ولعهده خامسه، وحنا وابديه وابديه وحنا مع بوتفليقه. طيب. ونطلبوا له الشفاء، وهو راه مشافي، الناس راهم الشفاء الحمد لله تشافى ويواصل العمل نتاعو. جيد السيد عثمان عوامر، سمعت الى هذا الكلام. السنوات العجاف، يقول لك السنوات العجاف التي عاشتها الجزائر، بوتفليقة جاء بالخير كله لهذا البلد، وبالتالي يعني أن ندعوه إلى المغادرة بهذا الشكل مثل ما تقول أصوات المعارضة هو نكران للجميل، كيف تعلق؟ شوف يقول لك بلي سي بوتفليقة، يعني أنا ضحكتني تاع جاب الشتاء هذه حقيقة، يعني بوتفليقة جاب الشتاء، جاب كل شيء زاد جاب الشتاء، يعني هذه الأخرى هذه معنيش فيما يقولون على المصالحه، هما يهضروا غير على المصالحه، فهمتني؟ دوك خاطرش ما كاش حاجه واحده اخرى، يقول لك جاب المصالحه، كاين بزاف الناس ماهمش راضيين بهذه المصالحه، فهمتني؟ ضحايا الارهاب، المفقودين، كاين ناس كثير ما راهمش راضيين بهذه المصالحه، حتى المعطوبين في الجيش ما عطاو لهمش التعويضات، كاين بزاف حوايج هذه المصالحه ما راهيش في يعني في محلها. دوك حاجه واحده اخرى ما كانش، وراه الاقتصاد، وراه التطور، وراه الثقافه، وراه العلم، وراه الجامعات، وراه السبيطارات، هذا هو. دونك يقول لك باللي بوتفليقه دار 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 دار، نقدروا نقولوا دار مصالحه. أما بعد طيب كيف تصف هذه الدعوات التي يرفعها البعض الآن للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، خصوصا أنهم إلى جانب أن يبررونها بالوفاء الشخصي للرجل لتاريخه ولإنجازاته التي أنت تقول لا تراها ربما آخرون يرونها، وأيضا ليس التزاما وإنما لحماية البلد وللحفاظ على استقراره من كل هذه الهبات التي تحصل في المنطقة؟ شوف انا نقول لك انا ليا الاستقرار هو كي يكون الشعب راضي بوش عنده يعني ممثل وبوش عنده لي يحكم ويدير القوانين ويطور في البلاد، هذاك هو كما يقولوا الشعب يرضى، وهذا هو الاستقرار. استقرار ماشي بوتفليقة دار وبوتفليقة ما دارش وبوتفليقة عيا وبوتفليقة ما عياش. الاستقرار في البلد هو هو انه يكون الشعب راضي بمن انتخب عليه. وبمن والشعب راضي على انتخابه لبوتفليقه؟ لماذا تقول العكس؟ انت تقول الشعب راضي في التلفزيون خط احمر، ما تقدرش تجوز ناس يتكلموا على بوتفليقه ماشي مليح وكل شيء، ولا بوتفليقه خط احمر، فهمتني؟ هذا هو المشكل. دوك يعني عندك تقدر تمس تتكلم، كاين ديمقراطيه هكذا مزيفه، ديمقراطيه هكذا كما يقولوا تاع دو فاساد هكذا واجهه والحقيقه انه كاين خطوط حمراء، لب الموضوع لب المشكل ما تقدرش تنقد فيه. طيب ما تقدرش تهضر طيب عليه. سيد صالح سويلح، يعني عن هذه المصالحه التي انت ذكرتها، يقول لك صحيح انه معظم من يساندون بوتفليقه لا يذكرون غير المصالحه المصالحه المصالحه، وهو مشروع اتممه الرئيس ولكن لم يبداه، بدا مع عهد غيره، هذا اولا. ثانيا يعني بسبب إنجاز واحد
نمنع التغيير الذي يطالب به الشعب؟ الشعب غير راضي على هذه السلطة، الشعب يطالب بالتغيير الحقيقي، الشعب ينتفض في الشوارع للمطالبة بهذا التغيير، فكيف تستفزونه أنتم بالمطالبة بالاستمرارية؟ احنا يعني صراحة ماهوش استفزاز، احنا نشوفوا بأن هذا الرجل وهو حكيم، لأن لولا ما الحكمة نتاعو والشخصية البارزة نتاعو ماهوش في الجزائر فقط، يعني خارج الجزائر بدول، يعني الدول العظمى اللي تعترف لحكمة هذا الرجل هذا. لولا هذه يعني الحكمة هذه لا مستنا أو مسنا الربيع العربي كما مس الجوار. احنا الحمد لله يعني هذه حكمة. أنا تقول لي مثلا تستفز، احنا ما نستفزوش، احنا رانا نشوفوا الجزائر راها بخير. طيب ما محل ما وزن هذه المعارضة التي تطالب بوتفليقة بالتغيير؟ لا أنا هي شوف المطالبة أنا ما نقولش ما يكونش فيها مطالبة، لأن لولا هذا الجناح الآخر اللي هو مطالب ما تكونش ديمقراطية. ديمقراطية هي يعني كل واحد من هذا يطالب بالتغيير وهذا يطالب. طيب ولكن يقول الديمقراطية مزيفة مفبركة، ديمقراطية الواجهة برك. من هو الأرجح؟ لا من هو الأرجح؟ لأن هذه القضية رايحة ترجح شيء وهو مثلا وتصبح ديمقراطية. إذا كان احنا مثلا المساندين لهذا الرئيس هذا وعندنا يعني عندنا أغلبية نتاع المساندين نتاعو ويكونوا حقيقيين بالفعل وقوة كبيرة اللي راح تساندوا هو يكون أرجح. طيب باسم أغلبية يعني أي أغلبية؟ طيب أي أغلبية؟ أغلبية تاع مليون ونصف شخص منتخب على 24 مليون كما كانوا في التشريعيات، هذه الأغلبية تاعهم. لا أنا يعني لا ما كاش أغلبية، كاين أقلية. أنا لا أقارن التشريعيات بالرئاسيات، التشريعيات شيء والرئاسيات شيء، أنا أتكلم على الرئيس والرئيس انتخبوه الجزائريين وهو في حد ذاته قال. طيب بعد 14 سنة الآن أو بعد 2009 في 2014 على مقربة من الانتخابات الجديدة، هل تعتقد بأن غالبية الشعب الجزائري مع الرئيس بوتفليقة؟ أنا أجزم. أيوة أجزم بأن الرئيس بوتفليقة إذا تقدم، لأن احنا ما ناش في بلاصه ولا احنا اللي رايحين نقولوا له ترشح والله هو. أنت دعوته إلى العودة الرابعة في الصحافة. أنا ندعمه حتى يموت. طيب وإن شاء الله يموت موتة نتاع الرؤساء. أنا نقول لك حاجة، يموت في الكرسي يعني هذه هو يقولها صراحة يطالب بالموت على الكرسي. ما معنى هذا؟ معناه أنه رجل اللي انقذنا، رجل اللي يعطيه الصحة، يعطيه الصحة انقذنا صح. نديروا الحصالة تاع الأمين العام الاتحاد 99 حتى 2014. احنا ما عطاناش الملح، احنا عطانا الهنا أكثر من هذا. سيد توفيق تفضل. سيد عثمان معذرة. إيه هو يقول لك أعطانا لهنا، يعطيه الصحة شكرا على على العمل، على ميرسي بور ليفور، على الإنجاز. درك نديروا الحصيلة، ما كانش أي حصيلة. طيب ولماذا تطالبونه بالرحيل؟ يعني من البديل حتى الآن؟ يقول لك المجتمع المدني ويمثله الآن أحد هيئاته السيد صالح صويلح، يقول لك غالبية الشعب الجزائري لو ترشح بوتفليقة سيعيد انتخابه لأن هذا الرجل منح الاستقرار والهنا وغير من الأمور التي عددها. هو يقول حقيقة الوضع كل واحد يقول واش يحب. أنا نقدر نقول لك تاني الكونترير يعني باللي بوتفليقة ما مش راح نفوتيو عليه، فهمتني؟ المشكل درك ماشي بوتفليقة روح ولا بوتفليقة أقعد، المشكل لازم يكونوا انتخابات نزيهة، هذا هو المشكل. دوك كاين احزاب راهم يقولوا احنا ضد تعديل الدستور، طبعا ضد تعديل الدستور، ما نضلوش هذا الدستور نعدلوا فيه كيما نحبوا بدون ما نشاوروا الشعب، هذه اولا. ثانيا واش معناتها استحقاقات يعني نزيهه، يكون هذه الاستحقاقات لازم تكون رقابه شعبيه. طيب لازم تكون رقابه شعبيه شعب. طيب سيد صالح سويلح، هناك من يقول أيضا بأن السلطة، أنت قلت قبل قليل بأن الشعب كله مع بوتفليقة لو ترشح، ولكن البعض يقول لو هذه السلطة واثقة من نفسها لما ارتعدت، تعرف لولا خفت من الربيع العربي. ثانيا على مقربة من الانتخابات تجند جميع الجمعيات والهيئات التابعة لها بشكل أو بآخر من أجل مواجهة المعارضة، مما تخاف هذه السلطة؟
هذه السلطة لا تخاف من أحد. الله أكبر. نعم. لأن المجتمع ومن بينه هذا الاتحاد اللي هو أمامكم هو واقف مش قضية السلطة، احنا واقفين مع البلاد، البلد كبلد مش على الأقل هذه البلد تبقى مستقرة. بوتفليقة ليس البلد. لا البلد هو بوتفليقة. البلد هو بوتفليقة والبلد تبقى مستقرة والاستقرار يبقى، لأن احنا واش رانا حابين من هذه الجزائر هذه؟ حابين موت الاستقرار بعيد شر كشما يسرى مستقرة البلد حتى أبناءنا. طيب يقول لك كلام مهم، يقول لك البلد لا تحصر أهمية الجزائر بتاريخها وعظمتها وجغرافيتها في شخص واحد. يا سيد صالح سويلح، أنت هكذا تدعم الدكتاتورية والاستبداد، حتى الرئيس بوتفليقة لو جبناه قال لك البلد هي أحزاب، هي جمعيات، هي أشخاص، هي معارضة، وأنت تقول بوتفليقة هو الجزائر والجزائر هي بوتفليقة. أقول لك بأن المجتمع، أنا تكلمت بوتفليقة نحب ولا نكرهه، هو البلاد ونحب ولا نكرهه، يعني الجمعيات والجزائريين. يعني هذا التفكير، هذا التفكير، هذا اللي لازم نحكي أنا كجزائري، هذا التفكير هذا اللي لازم خلاص يرحم بابا. نشوفوا انا نشوف شخص وهذا الشخص تما هو يمثل البلد. الشخص كما يقول لك بعيد الشر هو ماشي للابد، فهمتني؟ صح البلد لازم تقعد. انا تبعت مور بوتفليقة تما كيفاش؟ انا تبعت. لا ماشي هكذا، مور بوتفليقة يديروا لنا واحد اخر. انا تبعت الراي العام، الرأي العام احنا رانا نشاهدوا التلفازة ونشاهد. لا تحتك الرأي العام كله. لا. في صالحكم لا ماشي بأنه ماشي مع. انا تبعت فقط، انا تبعت ماشي في صالحي، انا تبعت نشوف يعني يعني الكاميرات سواء الشروق والنهار يعني التلفازة. طيب. التلفازة الجزائرية تجول عبر يعني الشوارع والأزقة والولايات وكذا وكذا. ولو واحد يقول كلمة ضد الرئيس، لا خاطئة في الرئيس. طيب. يعني كلهم قلنا يعني باللي هذا الكلام ممنوع، هذا كلام ممنوع في الجزائر. هذا شيء جميل، هذا شيء جميل، باش ما يوريوش الشعب يقول هذا شيء جميل، هذا شيء جميل للاستبداد للديكتاتورية وأعوان الديكتاتورية. ما فيش ديكتاتورية. والذين يضربون ويزمرون ويطبلون للاستبداد والديكتاتورية لإرساء قواعد البلد. جيد جدا، لإرساء قواعد البلد. كلام مهم السيد. شوفوا الممارسات تاع هاد لا جينيراسيون هذه، فهمتني؟ هو اللي يحكم للأبد. يعني سي سويلح أو عنده عهدة ثالثة راهو أبني انتخب ب 90 ولا 95% انتخبوا عليه. ثم السيد هذا نفس الشيء كما بوتفليقة يحبوا يقعدوا للأبد، هما يعرفوا كلش، هما كلش. طيب هل تنكر سيد عثمان قال كلام مهم، قال لك لو خرجت إلى الشارع المواطن ناقم على السلطة، صحيح ناقم على أداء ربما الحكومة، ولكن لا أحد يقترب من الرئيس بوتفليقة بكلمة سوء واحدة، الجميع يتفق يقول لك النظام كله فاسد ولكن إلا الرئيس. يعني كلام منطقي، وهو يقول لك هذا هو الرأي العام وهذا هو رأي الشارع. أنتم تتكلمون عبر الفيسبوك وفي الصالونات المكيفة، ولكن هذا الشعب له رأي آخر، أنتم في واد والشعب في واد آخر. لا شوف، الشعب يقول باللي بوتفليقة جاب المصالحة، باللي جبنا لهنا، هذا رأي الشعب، مش رأي كل الشعب، رأي جزء من الشعب. هذا ماشي مشكل، بصح البلاد ما تقدرش تتوقف في المصالحة، فهمتني؟ لازم نبنيو اقتصاد، أو البترول دوك ما يقعدش، شبيبة راهي مرمية، يكذبوا علينا صباح وعشية يقولوا لنا ما كاش شوماج، كاين 10%، تسمى 3 ملايين جزائريين، وبعد في الجريده تلقى 15 مليون جزائري راهم شوماج، وراهي الحقيقه رانا عايشين في الكذب، عايشين في الكذب. طيب وفي الفوضى. الا ترى كل هذه الانجازات الاقتصاديه، والا ترى كل هذه المناصب العمل المفتوحه، هذه السكنات التي توزع اخرها مشروع عدل، كل المواطنين يعني يلمسون هذه الانجازات، اما انتم فتقتاتون على الاشياء السلبيه للنظام وهو يعترف بها. يعني حتى الوزير الأول قبل أيام يقول هناك أخطاء وهناك سياسات خاطئة، ولكن انظروا إلى النصف الملآن من الكأس. ما كانش إنجازات، كاين بترول، والبترول هذا راهم يصرفوه باش يسكتوا الشعب على جمعيات تساند. هذا ماشي مشروع مجتمع، البترول يوزع على جمعيات تساند، هذا ليس مشروع مجتمع، هو طبعا يساند الرئيس باش يحصل على امتيازات وأشياء كما هذه. طيب. هو وكل من يطبل للرئيس، هذه حوايج معروفة. جيد جدا. طيب المشروع مجتمع، ماشي نسكت الشعب ونوكله ونقول له هاك كي يحتج، هذا هو. طيب
سيد صويلح، سمعت إلى كلام خصوصا نقطة أنكم تستفيدون من هذا النظام، لذلك أنتم خائفون من ذهابه، لأنه بذهاب النظام يغلقوا لكم الفانة على الاستفادات والريع وغيرها، تعانون عقدة شرعية حتى على مستوى الهيئات، يعني في هيئاتكم غير متفقين، فكيف تدافعون عن شرعية لا وجود لها لنظام أصبح يعني قاب قوسين أو أدنى من الرحيل؟ ما هد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، هذا أجزم بأنه ما يرحلش إن شاء الله بحول الله، وسيبقى النظام وسيبقى بوتفليقة على رأس الجزائر. ثم توزيع الريع، احنا كاتحاد عام للتجار والحرفيين الجزائريين لم نستفد بسنتيم واحد بعد يعني رحيل جبهة التحرير الوطني كحزب واحد. أنا من الناس اللي بنوا الاتحاد، كنا نستفدوا ب 70 مليون سنتيم. عندما جاء الانفتاح، الأحزاب يعني غزات الساحة التعددية الحزبية، ما فيهش يعني ولو سنتيم اديناه من عند الدولة حتى يعني في المجيء. تؤيد بوتفليقة لله في سبيل الله؟ لا اسمح لي، لا ماشي لله، اسمح لي. جمعية أيوة يعطوا لها الدعم. نعم فهمتني؟ يعطوا لها الدعم وما راهيش تعمل. الجمعيات علاش يعطوا لها الدعم؟ يعطوا لها الدعم خاطر هذا جمعيات تبايع. لا انا اتكلم عن الاتحاد، انا لا اتكلم عن الجمعيات المحلية. يعني كلهم في سله واحده. لا سيد لا صالح سويلح، لا يا اخي، المواطن ياخذ فكره عامه على الجميع بانهم يستلمون بيد ويطبلون باليد. لا يا اخي لازم نفرقوا، فيه احزاب الان راح تستفد من الدوله، طيب فيه جمعيات اللي راه تستفد من الدولة، أوكي. لكن أتكلم عن الحزب اللي راني الاتحاد اللي راني نسيره. الاتحاد العام للتجار قلت حتى في المجيء نتاع فخامة رئيس الجمهورية في 99 إلى يومنا هذا. أنا مسؤول على كلامي والدولة راه تسمع فينا، ولو سنتيم اديناه من الاتحاد إلا تديهم أون أوتر مانيير. نمشي يا باد مانيير، عندكم افير جوستيس، عندكم قضايا فساد، عندكم حوايج هكذا. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ هذيك لا جوستيس، هذوك شكون هو يكوفري؟ هذيك لا جوستيس شكون هو يكوفري؟ حنا ما تديهمش على الدعم، تديهمش دعم ولو سنتيم. لا اسمح لي، ما تديهمش دعم، تديهم حاجه واحده اخرى، تديهم ما انا ما اديتش تديهم مساندات، الا الاشتراكات نتاع المنخرطين نتاعنا اللي راه يمشي بهم الاتحاد فقط. انا امام يعني رانا امام الراي العام، والشروق راها معروفه والحمد لله. انا يعني نبارك هذا الاستديو، حنا ولو سنتيم. انا تقول لي انت تباركوا لله في سبيل الله، ماهوش لله، انا نباركوا لمصلحه الوطن ولارساء القاعده نتاع الوطن فقط. طيب سيد عثمان، يعني يقول لك ايضا هناك كلام كثير حول مثلا وزير سابق يقول أن المواطن الجزائري مواطن مدلل، يعني مقلشات السلطة، فلماذا لا يحافظ عليها؟ ونقطة الاستقرار هذه مهمة جدا، خصوصا أن بعض الجمعيات ومن بينها أنتم سقتم، يعني ساقوكم إلى العدالة وحاكموكم بتهمة ربما تجمعات غير مسلحة وغيرها، وقالوا بأنكم تبحثون عن تخريب البلد، تستغلون بعض السيناريوهات وتحاولون استرادها، وأكيد بأن فرصة الرئاسيات هذه تمثل فرصة مناسبة لكم حتى تنفذوا هذا المخطط، كيف ترد على هؤلاء؟ هو طبعا دوكا لينقد لما يعجبش، يعني كما تتكلم انت على أنه هو يستلم أموال من السلطة، يقولون بأنكم تستلمون أموال من الخارج وتبحثون عن تخريب البلد وعن نشر الفوضى، تسمع هذا الكلام فكيف ترد على هؤلاء؟ بس ما كاش الأدلة، الناس تهدر برك أولا، ثانيا اللي ما يعجبهمش يقولوا عليه هكذا. هادو الميثود هادو معروفين، فهمتني، من بكري يخونوا الناس، يقول لك هادو حتى وقت كان الحزب الواحد يقول لك هادو ما حبوا يخربوا البلاد ويديروا الأحزاب ونها ما داروا فيهم، باش ما نقولوش واش داروا كاع فيهم. درك السياسة هادية، سياسة البلد هادية اللي رانا نديروا فيها هادية، ما تدي لا حتى جهة. درك أنت كي تقول لي أنا حنبني عادل وما نعرف، كاين 150,000 ناس اللي ماركاو في عدل وداو الأوكي من عند عدل وما عطاولهمش سكنة في 2001 2002، ويزيدوا ويتجرؤوا ويقول لك هادوك ما نعطوهمش الأولوية ونديروا مليون ساكن.
اي مليون ساكن. انت ما درتش 150 الف مليون ساكن في 150 الف سكن في 10 سنين، راك دير مليون ساكن في 4 شهور. يعني استخفاف بالشعب، اتمس خير، فهمتني؟ والشعب خلاص ما يثقش في طيب لماذا تشكك في جميع من يدعم الرئيس؟ قبل قليل قلت بانه يتسلم، يقول لك لا ندعم لوجه الله ولكن لوجه الوطن، يعني لوجه الله هو الوطن من اجل الحفاظ على استقرار هذا البلد الذي انتم تبحثون عن زرع الفوضى. نبدلوا شويه الديسكور. كاين ناس يا سيدي امنوا ببوتفليقه، بالك نيتهم مليحه، معليش فهمتني، معليش، بصح كاين ناس واحد اخرين وانا راني منهم، انا لا اؤمن بهذا النظام اساسا، وخلاص يعني فقدت الامل. نظن بلي هذا النظام هدايا طبعا يجب تغييره بصفه سلميه عن طيب طريق انتخابات جيد ومراقبه انتخابات. ماذا تقول لمن يقول لك في هذا الخطاب بانه فقد الامل في النظام يجب ترحيله بطريقه سلميه في الانتخابات؟ لا شوف، ماذا تقول له مباشره؟ لا اقول له هو فقد الامل. ايوه هو فقد الامل، وممكن هو الحقيقه يعني صراحه أنا اقولها امامه، انا ممكن جدا انا اللي راني باغي استقرار البلاد بالك نفقد الامل، لان راني شخت انا ومازال شاب صغير. طيب شاب صغير والله صدعتنا رساله استقرار الوطن يا سي سويلح احمد، صباح انت تقول استقرار الوطن، راك شيخ الوطن، راك شيخ سي، ما يفقدش الامل، راك شيخ انت قلتها، راك شيخ وانت تفقد الامل. شيخ واش يديروا سي رحل على المنصب؟ شيخ واش يديروا؟ انا ريحوا فيه مؤتمر فيه مؤتمر، انت نفسك متمسك بمقاليد السلطه في هيئتك، فيه مؤتمر في 2014 وسارحل ونخلي الشباب يقولوا، ولكن هو شاب يفقد الامل اليوم ما دام هذا الشاب قال طب جنان ما دام هذا يفقد الامل. احنا بين كلام هذا الافعال الكمال والافعال ما تفتقد، ما كوش ديروا، ما راكوش ديروا شنو تهضروا. احمد ربي راك شوف استتباب امن، راك تمشي في الشارع تبات كيما تحب، تاكل كيما تحب، ترقد كيما تحب، راك في الجامعه تخرج من الجامعه. الياورت حسدتونا عليه فهمتني؟ الحمد لله ما كانش افق، ما كانش تصور، ما كانش جن، ما يقدرش يحوس، ما يقدرش يبدع، ما يقدرش يدير حتى حاجه. كامل راه في الخارج حراقه، ماشى راهم في الخارج يحوسوا، حراقه راهم يموتوا في البحر، راهم يدوا الاورو والدولار ويخرجوا برا. طيب كاين عباك باللي سي سويلح كاين ثلاث كذبات يقولها النظام من 62 حتى اليوم. دوله لا تزول بزوال الرجال، زال الرجال زالت الدوله. الكذبه الثانيه الرجل المناسب في المكان المناسب. الكذبه الثالثه انه باسم الحفاظ على استقرار الوطن والسياده وانه الربيع العربي ما يدخل الناس من النافذه بعد ما طردناه من الباب، يعني يركزوا انه السلطه تبقى كما هي وكفى المؤمنين شر القتال. كفاكم يعني تزوير للحقيقه، كفاكم تزوير للحقيقه سي سويلح. انت في 2014 عندما ترحل عن منصبك ماذا ستقول للناس؟ انك كنت تؤيد هذا النظام؟ نؤيده انا حتى اذا خرجت، اذا ما كنتش في الاتحاد نؤيد النظام، ولو ما نكونش في الاتحاد سأبقى سويلح وسأبقى راجل نوبل في الجزائر ونأيد النظام. هذه ثلاث كذبات اللي قلت ما مش كذبات. طيب هذا نقول لك انا نقول لك السلطه عليهم. انا نقول لك السلطه كيف تتصرف مع الجمعيات. دقيقه سي، السلطه كيف تتعامل مع الجمعيات صح. المحترمه كاين زوج جمعيات في وهران ناطوا على مافيا العقار والغابات، تعرف باللي سحبوا منهم الاعتماد في اول جلسه من المحكمه، هذا اولا. ثانيا تتم ترقيه الوالي الى وزير في الحكومه، هكذا تتعامل السلطة مع الذين يعارضونها، تحل الجمعيات، تكمم الأفواه وترقي المفسدين، هذه هي سلوك السلطة التي تدافع عنها. أخي يا أخي العزيز هذه عدالة. عدالة. عندما ما تكونش عندنا احنا ثقة في العدالة فاش نثيقوا؟ هذه عدالة جزائرية هي تخدم خدمتها وتعرف هذو قضاة ما جاوش من 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 من, من العدم. هذو قراوا في الجامعات وراهم قضاة ومحلفين. جيد جدا. هم حمد ربي سي عثمان، حمد ربي يا اخي، يعني حمد ربي، وكانه تعرف بانه البلد الان على في مناخ ملتهب، الاستقرار ضاع في اكثر من دوله محيطه بنا، الجيش مرابض على كل الحدود، هكذا تتكلم بعض الاصوات السياسيه. من المفروض يقول لك شوف الجامعات، المدارس، المؤسسات، المصانع كلها تعمل، الوزير الاول في زيارات مكوكيه يلتقي بالمجتمع المدني. من الصباح وانت تعطيني في خطاب تشاؤمي بدون ما تعطيني دليل واحد على ان هذه السلطه فسدت وبان المعارضه نجحت، بالعكس
يعني من أسباب استمرار هذا النظام أن المعارضة والحقوقيين ليس لديهم إلا الميكروفونات والخطابات. أعطيتك شحال من دليل. أرانا الجزائر راهي الأخرى في كل في قاع التربية، الناس تقرا في المدارس في الجامعات، الشباب راهم يقول لك الشباب في الخارج يحوسوا سياحة عندهم 3G وكذا، وحنا ما عندنا حتى شيء. فهمتني؟ هذا النظام فاشل والشعب فقد الأمل فيه. مهما دير الشعب ما يتبعكش درك. فهمتني؟ مهما دير حتى لو كان نيتك صالحة الشعب ما يتبعكش، لأنه عملت غلطات بزاف. عندك 50 سنة وأنت تغلط، تسيي هاد السياسة وبعد تسيي هذه وبعد تسيي هذه بدون يعني رؤية لبعيد ولا رؤية جابوا ناس يعني صح متمكنين باش يديروا رؤية سياسية ورؤية اقتصادية. كل الناس غير متمكنين في الرؤية في مناصبهم في مواقع المسؤولية، كل الناس يعني هذا الخطاب العمومي هو الذي أفرغ المعارضة من محتواها. يعني وكأنه قل لي ما هي المناصب اللي ترى بأنها تفسد البلد؟ رانا نهضروا عامة على هذا النظام تاع اعطيني نعطي لك وهك هذه نعطيك هذه تشيبا لي زافير. هذا هو المشكل. هذا النظام. في كل سي عثمان، في كل التجمعات اللي قاموا بها في العهدة الثالثة وربما الآن يستعدون للقيام بالعهدة الرابعة في حال وافق الرئيس، مستعدين كامل الاستعداد ما شاء الله. أوكي، شوف التجمعات هذه شعبية، قاعات مكتظة بالناس، هؤلاء يعني كلهم كذبوا عليهم ولا قالوا لهم جابوهم بالأموال. هؤلاء يعني أيضا شعب يؤمن بأن السلطة قادرة على استقرار البلد. كاين 300 ألف شخص يستفادوا من النظام مباشرة أو غير مباشرة، ما يقدروش يعمروا صالة. طبعا يعمروا صالة، فهمتني؟ يروح يجيبوا الناس بليبس ويخلصوهم. هي طبعا هادو الناس كاع دوك تعرفهم، فهمتني؟ دوك واش نقدروا نقولوا؟ دوك حبيت تقول باللي المعارضة ما تقولش باللي هكذا يقولون هما باللي ما كاش إنجازات. في الجزائر داروا تريسيتي عوجة، داروا الغاز يتكوبا، داروا طرقان محفورين، وداروا سبيطارات الله لا يشوفك فيهم. هما دوك حاولوا وفشلوا، فهمتني؟ دوك كاين اللي فيهم نية مليحة وكاين اللي فيهم نية يعني ما راهيش مليحة. ما نعموش بصح عامة كي تشوف الحصيلة الحصيلة نيجاتيف، الحصيلة سلبية، وبالتالي يجب أن يرحل هذا النظام. سلبية ويجب أن يرحل بصفة سلمية. احنا درك يقول لك الربيع العربي وما الربيع العربي. النظام هذا يقول باللي احنا عشنا الربيع العربي في 88 اذا ما راح يعاود يولي. درك ما لو واش راكو خايفين؟ قولوا باللي خوفوا في الناس. هو مرتاح ماهوش خايف. يقولوا باللي راح يصرى في الجزائر وكاين سي صالح سويلح. طيب سي عثمان شكرا. سي صالح سويلح، شوف في فرنسا مجموعة تلاميذ في الثانويات يخرجون ويطالبون بإقالة وزير الداخلية. يعني الحكومة احنا عندنا انت اتحاد التجار، نعم، ما قدرتش حتى تتحكم في الأسواق الفوضوية. هذه الحكومة اللي انت تقول بأنها حكومة ناجحة والسلطة ناجحة، نعم، 60% من الأسواق الفوضوية يقول لك فشلنا، ما قدرتش حتى تدير مداومة في أيام العيد. هذا بمناسبة انك اتحاد التجار، لا. انت تعطيهم الأرقام اللي تريحهم على بها يصفقوا لك، ولكن لا. هذه السلطة فشلت في أمور صغيرة، فكيف نسلمها بلد بحجم الجزائر؟ يا أخي العزيز، المداومة كانت ناجحة 98%. 98%. طيب لماذا؟ هذا رقمكم؟ رقم ماشي رقمنا. حتى الصحافة قالوا بوزريعة مغلوقة. بالله عليك، أنا في الشارع تاعي كلش مغلوق. كيفاش يقول لك كلش؟ وزارة التجارة سألها، لان وزاره التجاره ما راحش تكذب على روحها، هي الرقابه الفعليه اللي يعني الدوله. وزاره التجاره اللي يقول وزيره ما نقدروش نتحكموا في الاسعار والاسواق، ماشي قضيه ما يتحكمش في الاسعار. اسمح لي دروك نجيك الاسعار. المداومه كانت ناجحه 100%. لماذا؟ لان كان فيها تحضيرات قبل، وحنا انا شخصيا طلبت من معالي وزير التجاره بان يخبروا التجار ب 15 يوم قبل، وهذا الشيء اللي قاموا به الساده مدراء التجاره عبر الولايات. فالتجار نتاعنا كانوا 15 يوم محضرين نفوسهم. قاموا بالعمل، ثم المكاتب الولائيه قامت كذلك بالتنسيق مع مدير التجاره. هذا اللي نجح المداومه. المداومه كانت ناجحه. اما الاسواق الفوضويه
بطبيعه الحال يعني العشريه السوداء تقرا الكونترا العشريه ما عليك تقرا العكس ما عليك تقرا على روحها بالعكس تقرا انا نقول لك واش عندي واش وحطوا التجاره بزريعه والوزير هو موجود هادو كل ما كانش كل شيء تبع الوزير ولو هو مشكور لان حنا نعملوا بالتنسيق بطبيعه الحال الاسواق الفوضويه نتجد على العشريه السوداء. طيب كل شيء نحصلوه في العشريه السوداء اوكي موضوعي ليس الاسواق الفوضويه ولكن سيسويلا نشجعوا الاسواق الفوضويه ونشجعوا المجتمع المدني الفوضوي والسياسه الفوضويه لانه هذه السلطه تقتات من الفوضى. احنا ما نشجعوش الاسواق الفوضويه بالعكس لان احنا راهي تضرنا احنا كتجار يعني عندنا كاع لي شارج. طيب تضرنا الاسواق الفوضويه في كلمه واحده تعتقد بانه مساندتك لبوتفليقه عن قناعه وبان الرئيس سوف ينتخب عليه في حال ترشح؟ انا شخصيا انا اتكلم باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين. طيب وراني نشوف المجتمع المدني ونشوف المواطنين على شاشه التلفزه بما هو يقول ويتكلم باسم اتحاديه التجار بلي هما يساندوا بوتفليقه داروا جمعيه عامه باش يساندوا بوتفليقه. انا جلت انت اللي خديت القرار وحدك انا امين عام منتخب من طرف مؤتمر انت اللي خديت القرار وحدك قرار كيما هذا تاخذه وحدك من طرف يعني هذا انفراد بالسلطه دائما نفس الشيء نفس العقليه وانا درت الجمعيات العامه في بالك 29 ولايه. طيب وناصرت الرئيس والان انا سوف تخرج شي حمله انتخابيه للعهده الرابعه اخرج ممكن والخامسه وخارج وحده لا لا احنا ما عجبناش الرئيس الصحه تاعو كيفاش يقول لك انا من الناس اللي رايح نخرج الى تجمعات اكثر من 40 ولايه. طيب وتعتقد سيد عثمان بان هذا النظام لو حدثت انتخابات شفافه ونزيهه بانه سوف يتغير هكذا ترى؟ الانتخابات الشفافه والنزيهه ما تصراش لو كان الدوله هي اللي تنظمهم. يجب ان يكون حراك شعبي. اللي الحراك الشعبي هذايا كيفاش يكون؟ انا في النظره تاعي كاين احزاب سياسيه راهي دارت مبادره ضد واسمو ضد تغيير الدستور. انا نطلب منهم ندير لهم نداء هاد الاحزاب باش يقولوا نريد واسمو تغيير النظام او لا 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 لا, لا. نريد مبادره جلسه حوار مبادره أيوة. نريد مبادره لمراقبة الانتخابات مراقبة شعبية لهذه الانتخابات. شكرا لك سيد عثمان عوامر عضو شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة والسيد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين. مشاهدينا حتى نلتقي في الغد السلام عليكم.